صباح الخير أحبائي وأعزائي. النهاردة هنتكلم عن تفاصيل حريق دير ماري جرجس الحديدي الأثري. أنا بحب أجيب تفاصيل دايما عشان تذكرنا الحوادث المؤلمة، عشان دايما نعيش في حياة سلام وحياة كلها حب، ما تبقاش حياة كرب وضيق دايما، من أجل أن نتذكر آلام المسيح وآلام الكنيسة لكي نتمجد مع الرب يسوع المسيح. طبعا من حوالي شهر كده تقريبا أو شهرين حصل هذا الحادث، وهو تفاصيل حريق دير ماري جرجس الحديدي الأثري. صور حريق بدير ماري جرجس الحديدي الأثري بسوهاج تسبب في تآكل اللايت أمين الدير كاملة، وتأثر كنيسة البابا كورولوس جزئيا، والحمد لله مفيش أي خسائر في الأرواح. والحريق ده حدث يوم 3 أثناء العشية، وقضى على القلاية اللي بتحتوي على معظم مقتنيات الدير من دفاتر وفلوس وإخوة الرب وصلبان وأيقونات قيمة ومخطوطات وكتب. في البداية حاول العمال انهم يطفوا الحريق بالأنابيب والمية، لم يستطيعوا، فتم استدعاء الحماية المدنية، ولكن للأسف القلاية كلها ابتلعتها النار بالكامل وبعض الغرب، وتم إنقاذ الكنيسة. وبنصلي لأبونا لأن رجله متأثرة بهذا الحدث، وهنتفرج على بعض الصور لحريق الكنيسة ماري جرجس. وآدي هنشوف منظر الحريق، آدي شوف الأوضة كلها ولع نار بطريقة صعبة جدا جدا طبعا. لكن في الأول والآخر كل اللي أنا عايز أقوله إن إحنا نشكر ربنا على هذه الآلام اللي كلنا كمسيحيين دايما بنشوفها، والناس اللي بتحاول تشعل الفتنة وتعمل نار بين إخواتنا المسلمين المحبين. صدقوني صدقوني، ويعلم الله ما حد بيقف جنبي أكتر من إخواتي المسلمين، وبشاهد ربنا. أنا مش عايز أقول لكم موقف حدث معايا حقيقي، أنا عندي حد كان محتاج حاجة ولقيت، ودعيت على الفيسبوك لقيت 90 95% اللي وقفوا جنب هذا الشخص هم أشخاص مسلمين، ومش عايز أقول لكم عملوا إيه معانا ووقفوا إزاي جنبنا. ما تبقوش على الناس المتأسلمين اللي بيحاولوا انهم يظهروا انهم مسلمين، لكن المسلمين الحقيقيين الوسطيين في قمة الاخلاق، في قمة يعني اعلى حاجة من القمة، اعلى حاجة من الثقافة، اعلى حاجة من التربية، تربية عالية اخلاق عالية. عشان كده ربنا يعني بقى يديهم من وسع في كل حاجة، وربنا يحافظ عليهم. وملكش دعوة هو يعرف ربنا ولا انت تعرف ربنا، ربنا هو الديان العادل، ربنا هو اللي هيحاسب كل انسان، ربنا هو اللي خلقنا على صورته ومثاله، ربنا هو الكبير، ربنا هو الحنين. الاسلام بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، وفي الكتاب المقدس بيقول بسم الله الرؤوف الرحيم. الله فيه صفات الرأفة والرحمة والحنية. انت يا انسان هتيجي ايه جنب ربنا؟ ولا حاجة. اوعى تفكر في يوم من الايام انك تكون ديان على اي حد. شكرا ليكم احبائي واعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير. ولو عجبكم الفيديو ارجو الاشتراك في القناة، ولكم مني كل الحب والتقدير، وما تنسوش تفعلوا الجرس. شكرا، سلام لكم جميعا.